الاعتبار انه يجي في وقت اللي احنا ماذا بينا نرجعوا النشاط اولا بعد جائحه كورونا، تعرفوا اللي المعارض والتظاهرات وقفت شويه، دونك هذا بين المعارض اللي يعطيو فرصه لقطاع حيوي نعتبروه هو قطاع النفط وقطاع الطاقات المتجدده، باش كل الفاعلين الاقتصاديين سواء من تونس وسواء من معناها عديد البلدان الصديقه والشقيقه اللي هما متنوعه وراو تبارك الله معناها فما حضور مغاربي من الجزائر من ليبيا من موريتانيا وكذلك من دول شقيقه من العراق ومن فما ايران وبعض الدول الاوروبيه، فرصه باش نعرفوا شنو هو اخر المستجدات في مجال الاستكشاف، في مجال التطوير، في مجال كل ما يتعلق بالطاقات المتجدده، وتعرفوا احنا اهميه المواضيع هذه بالنسبه لنا، وكذلك فما معناها منتدى علمي نقدموا معناها باش يتم خلال 3 ايام تقديم اخر المستجدات العلميه، الهدف نتاعنا هو انه كيف زاد فما بادره جديده باش يتم اطلاقها هي معناها كيما المسابقه ناتاكون باش نخرجوا اهم افكار المشاريع في المجالات هذا، هدفنا هو بالحق من خلال هالتظاهره هذه ونشكروا معناها الساهرين على التنظيم باش تكون ادخال حركيه جديده في مجال الاستكشاف، في مجال التطوير وفي مجال الخدمات وكذلك في مجال كل ما يعنى بتطوير الطاقات المتجدده، باعتبار انه بالنسبه لنا ان شاء الله يكون معناها فما بعد اقليمي وجهوي وافريقي، وتعرفوا احنا معناها تونس منفتحه كثير على معناها التعاون والتبادل والشراكه مع دول الجوار ومع الدول الافريقيه، فان شاء الله معناها المره الجايه باش يكون في ليبيا يظل هذا اكدوا لي الخيال المنظمين، واحنا اليوم هي شراكه ومعناها قاعدين معناها المنظم معناها الى جانبه، فما معناها المؤسسه الوطنيه للانشطه البتروليه اللي هي معناها ترافقه خلينا نقولوا معناها كشريك فاعل، وانا اليوم وجودي هنايا يبين انه معناها نتعاملوا في شراكه كامله بين القطاع الخاص والقطاع العام باحكام التنظيم، وان شاء الله ما يكون كان الفايده لبلادنا وللقطاع بصفه عامه. المعهد هذايا الخاصيه نتاعو هو انه معناتها عنده 3 انواع من التكوين، عنا التكوين طويل المدى والتكوين المستمر والتكوين الإشهادي المهني. الطويل المدى ننتدبوا خريجي الجامعة من مستوى بكالوريا زائد 5 أو بكالوريا زائد 3 أو بكالوريا زائد 1 في المجالات العلمية والفنية لتمكينهم من التخصص في مجال البترول والغاز. ننتدبوا مثلا مهندسين او حاملي ماجستير في الجيولوجيا او في الميكانيك او في الكهرباء اللي هما من الاسس في مجال البترول والغاز، نعطيهم تكوين يدوم سنه للقيام بمهام مهندس بترول وغاز في الشركات اللي ينتدبوهم معناها بصدر رحب بعد سنه تكوين في معهدنا، تكويننا باللغه الانجليزيه ويبداوا التكوين بتعمق في اللغه الانجليزيه الفنيه واللغه الانجليزيه العامه، ثم يعديوا حتى التيست التويك لضمان معنى مستوى اللغه الانجليزيه، لانه في مجال البترول والغاز معناتها العمل يكون باللغه الانجليزيه والوثائق في جميع بلدان العالم باللغه الانجليزيه. كذلك ننتدبوا حاملي اجازه او يعني فنيين ساميين في مجالات فنيه وعلميه مختلفه حسب الملف نتاعهم بعد دراسه ملف، ويتابعوا برنامج تكوين فني سامي في البترول والغاز يدوم سنه، او كذلك نكون مشغلي البترول والغاز من مستوى بكالوريا وبكالوريا زائد 1 بعد سنه تكوين. الصنف الثاني من التكوين هو التكوين المستمر حسب طلبات المؤسسات الاقتصادية، ينجم يكون ليوم أو لأسبوع أو لأكثر، ينجم يكون للرسكلة أو للتعمق في تقنيات جديدة حديثة، ينجم يكون تكوين للانتداب، بعض المؤسسات يختاروا مثلا 10 ملفات يتابعوا تكوين عنا ومنها نجري لهم امتحان بعد أسبوعين تكوين، هما يعتمدوا نتائج الامتحان لاختيار 5 من 10 ذوكم للانتداب نهائي، يعني تكوين لحاجيات المؤسسات الاقتصادية. والصنف الثاني تكوين إشهادي للحصول على شهادة عالمية IWCF في مجال البترول والغاز، اللي هي شهادة لضمان استغلال أبار البترول والغاز ونقل البترول والغاز الخام في ظروف سلامة معناتها مؤمنة عالمية وحسب لينورم معناتها حسب معناتها القواعد الدولية لاستغلال في المجال هذا، اللي فيه عدة مخاطر ولكن نتغلب على كل هذه المخاطر بهذه الشهادات، والشهادة هذه عندها صلوحية تدوم سنتين، بعد سنتين المؤسسات تبعث إطاراتها لإعادة معناتها التكوين لأسبوع
لتحيين المعلومات ثم اجتياز الشهادة. هذه احنا مركز تكوين حضوري وعن بعد، شهادة تزديها معناتها مؤسسة متواجدة في انجلترا، وفي جرة الكورونا صارت لنا عدة دورات وين الأستاذ المكون اللي هو نفسه يجب يكون متحصل على شهادة كمؤثر ومكون لهذه لنيل هذه الشهادة. المستاذ المؤثر كان في مصر مثلا والطلبة كانوا في ليبيا والشهادة من انجلترا واحنا المعهد في المونستير في تونس. معناها هذه بسطة معناها سريعة على مجالات التكوين معناها المتعدة. مرحبا بكم في الستام تاع ستيك. كما تعرفوا بيترو أفريكا هي مناسبة لستيك باش تشارك بالطبيعة في التظاهرة هذه. هذه تظاهرة يشاركوا فيها الشركات اللي تنشط في مجال الطاقة وفي مجال البترول وبصفة عامة، وإحنا كمعناها لاعب أساسي وعنصر أساسي في مجال الطاقة في تونس في مجال توزيع الكهرباء والغاز، بالطبيعة ديما نكونوا متواجدين في مثل التظاهرات هذه. بالنسبة لستيك فرصة باش نعرفوا بالشعنة جديد في المجال بتاعنا في مجال توزيع الكهرباء والغاز، في الخدمات عن بعد، في المشاريع الكبرى كما مشروع السمارت جريد الشبكة الذكية، يعني إن شاء الله معناها بدينا عملنا خطوات فيه وإن شاء الله قريبا يبدأ يراه المواطن. دونك بصفة عامة تكون كونتاكت مع لي بروفيسيونيل ومع الجرون بيبليك باش نعرفوا باش عندنا جديد في المجال الطاقة وتوزيع الطاقة بصفة عامة. هذا معرض معروف بيترو أفريكا، معناها يكون فرصة باش يشاركوا فيه بصفة عامة اللي في الشركات اللي ناشطة في مجال البترول والطاقة بصفة عامة، وتكون فرصة اللي نحنا باش نتعرفوا على معناها شركاء اخرين في المجال باش نتعاونوا باش نجموا نوصلوا لحقهم ان شاء الله الحاجات اللي مبرمجينها احنا، ونتعرفوا اش فما جديد في المجال. تعرف ديما فما جديد في المجال هذايا، نتعرفوا على اش فما جديد في الميدان هذايا باش نجموا نكونوا ان شاء الله كما العاده في الصدارة كشركة. معناها كما قلت لك الستيك تعتبر شركة معناها فاعل مهم في المجال، من مصلحتنا ومن واجبنا باش نكونوا ديما معناها اب تو ديت، نتبعوا شو فما جديد في المجال.